طيب سبع اليوم ان شاء الله رح ناخذ حصه مراجعه لامتحاننا بكره ان شاء الله. الكل يركز معي، كل المعلومات اللي رح تسالها رح اجاوبك عنها ان شاء الله، كل شيء داخل رح نوضحه واللي مش داخل ايضا رح نوضحه يا سبع. طيب الان نفتح كتابنا على صفحه 55 ادب الامثال. الان الفقره الاولى يا مس، الفقره الاولى زي ما انتم شايفين ورق العمل. طبعا رح اطلب منك استخرج ما يريد استخراجات قبل يا لؤي، قبل الان مفتوح الكتاب العربي، مفتوح الكتاب العربي محمد، هون هون كمان شوي. الان سابع ركزوا لي بالفقره هاي، ركزي سابع، ركزي يا رائد. هلا والله لا احسن عندي يا سابع الفقرة. هلا انا في طلاب بيسألوا بعض، بس خليك معي بتلاقي كل الاجابات. الفقرة صفحة 54 يا بنج، مهمة كثير. الكل يفتح كتابه صفحة 54، هاي الفقرة اكتب عندك مهمة بالاستخراج. يا مس الماوس، الماوس الاشكال، الماوس بدل. طيب لو طلبت منك مثلا اعطيني مبتدا استخرج لي اشوف، يلا اشوف مثلا. تمام اكتب معي يا مس، معلش هاي الفقره اللي بستخرج فيها جدا مهمه. طب اعطيني خبرها، وين الخبر؟ نعم شو خبرت عن المبتدا؟ انه قول. احسن. طيب شو صفه هذا القول؟ نعم احسن، اذا نعت او صفه مرفوعه. احسن. طيب والتعبير عباره عن اسم، اسم معطوف. احسن، يسبق بحرف عطف. شو صفه هذا التعبير؟ انه فصيح ايضا نعت. طيب يضرب وهذا فعل شو؟ ماله؟ ممتاز يا رائد، فعل مضارع مبني للمجهول. لاحظ يا سابع، لاحظ يا عمار، انه مضروب اوله مفتوح ما قبل الاخر. احسنتم. طيب يضرب تعليقا، تعليقا ممتاز. لماذا يضرب؟ احسنت، رائع. اذا مفعول لاجله، اذا حتى اعرف المفعول لاجله بسال عنه بلماذا. ركزوا سابع، الفقره اللي بستخرج فيها حاليا، انتوا اعتبروا انه احنا عم ندرس لبكره، انتوا اعتبروا انه هاي دراسه لبكره، تمام؟ الفقره اللي بستخرج فيها يا عمار، هلا عمار ما بسكت وانا بضل احكي اسمك يا عمار الجمل، بكفي. 54 جدا جدا مهمه، 54 جدا مهمة، يعني الاستخراج يا رائد فقط من صفحة 54. إذا الاستخراج، هي أكتبها باللون الأحمر، كبر اللون شوي. الاستخراج فقط من صفحة 54، أنا بوضح هذا الشيء بورق العمل. طيب نكمل الاستخراج عشان نستفيد أكثر. الآن فيستحسنه ويرددونه. أحمد اليوم كويس كثير، أعطيني يا أحمد إعراب الهاء فيستحسنه ويرددونه، إيش إعرابها؟ لما بتصل ضمير من ناهيك اتصل مع فعل، شو بيكون إعرابها؟ رائع، لاحظ إنه أنا كل شيء بحكيه الآن مهم. ضمير أحمد، كل كلمة مكتوبها مهمة، كل شغلة مهمة. مراجعة سريعة إلى ناهيك اتصل مع فعل في محل نصب مفعول. طب اتصل مع اسم في محل جر مضاف إليه، أعطيني أعطيني في محل جر مضاف إليه. يلا أحمد، هي مس التاء أصلية. بعدين إحنا حكينا هاء مضاف إليه، تمام. يلا يلا يا حلوين، شو الفقرة التالية؟ ركز. تمام خلاص احسنتم. اذا برضه هاي مهمة، ليش انت بتحب تقفز قفز؟ مشان لسه ب 54 مبني في محل جر مضاف إلى. بعدين يا يعني انا بحب دائما الطالب يدرس استخراج كثير لانه مصلحته. اذا في محل جر مضاف إلى. طب لو طلبت منك يا مس تعطيني مثلا معرفه،
المثل تمام. اي اسم معرف بال؟ احسنتم. العرب اسم معرف، هي اسماء معارف. طيب لو طلبت منكم يا حلوين، لو طلبت منك مثلا هم مش افعال خمسه او لا، خلينا شوي. لو طلبت منك يا مس اعطيني جمع مؤنث سالم. يعني يا مستش انا بسال قاعده، لانه الاستخراج راح يتناسب مع كل الفئات وكل شيء، جموع، الشمسيه، قمريه، معارف، ضمائر. طب اعطيني شاطر جمله معترضه في العاده. نعم، فين الجملة المعترضة؟ ارفع ايدك. اي عبد الرحمن. نعم، لو سمحتوا يا سابع خلي الوضع هادي. اذا جملة، لو سمحت، جملة بنحطها بين شرطتين. لاحظ طلع هي شرط هون، شلناها. يعني محمد شيل الياء في العدد، شيل المعنى، اقرا. ويرتبط المثل اختل المعنى؟ لا. يعني لما نحكي مثلا محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كتبناها او ما كتبناها، ركز يا عمر. اذا جمله دعائيه، جمله مهمه. احسنتم. اذا جمله معترضه، سابع الله يرضى عليك، ركز معي، مهمه. لحظه الان بكفي السابع، كله تكرار تكرار عشان نستنى اشوف اذا في شيء ثاني. هلا هلا بالفقره هاي. اقعد يا احمد. برضه السابع مثلا طلبت فاعل، اهتم العرب. صح هي اسم معرفه، بس شو اعربها يا احمد؟ فاعل. تمام. اسم مجرور، شبه جمله، شبه شبه جمله. تمام. او ظرف زمان او مكان مضاف اليه. طب اعطوني مضاف اليه. الشعوبي. احسنتم. اسم معارف لا تعرب، بس هيك. في اي سؤال؟ في اي استفسار يا حلوين؟ اذا لو سمحت الفقره مره اخرى، الفقره صفحه 54 هي مهمه جدا للاستخراج. بتمنى لما تروح يا مس تحضر الحصه عشان تطلق بتذكر استخراجاتي. نفس الشيء هيك رح نجيب نفس الاستخراجات، بسيطه وسهله، ويمكن يكون زياده للمميزين والى اخره. طيب بس صفحه 54 استخراج فقط. طلع شو كاتب هون، ما راح اجيب لا من القصيده لا من الصفحه اللي بعدها. هلا لحظه يا محمد، اللي عندي سؤال تفضل. طبعا طبعا. شو كمان احمد؟ هلا هلا بدنا نحكيها. يا عبد الرحمن، يا مس مش تعمل، هي عباره عن جمله دعائيه، زي صلى الله عليه وسلم، زي الله تعالى، زي عز وجل. يعني سواء كتبناها او ما كتبناها لا يختل معنى الجمله، مش انه تعمل تمام عليه الصلاه والسلام. طيب ننتقل، معلش دعي تحملني. ايش بدك تسال؟ لا لا طبعا لا بفكر هيك لا. طيب ننتقل لورقه العمل لو سمحتوا. يلا طبعا عندك فقره صفحه 55. هلا طالب قول من صفحه 55 مش رح تكون، هي مش مطلوبه مزبوط، بس يمكن يكون في تشابه بالاستخراج. الاستخراج بقويني قد ما استخرج. كيف مسائل الرياضيات؟ كل ما بتحل بتلاقي معلومه جديده او شغله. يلا اعطيني اسم معرفه يا رائد، تفضل بسرعه. يلا يلا بسرعة. يلا يلا تطور روحك. إذا القاتل، إذا هاي بدنا نستخرج من صفحة 55. شبه جملة؟ في صلح أو من الآخر في ذلك. أحسنتم. اسم أنا منصوب كلال؟ القاتلة. إن القاتلة. أحسنت. إذا اسم سابع يا حلوين، سابع لو سمحتوا. إن إذا دخلت مع اسم يا ريان تكون الاسم اللي وراها ماله منصوب بايش؟ بالفتحه. اذا دخلت على فعل بصير عندي الفعل مضارع ماله بشو؟ ممتاز. القاتل. يس القاتله. لو سمحت ارفع ايدك بهدوء. يحيى
هتشوف. تمام، لانه انا طلبت حرف تحقيق بدي بهمني يا سابع اكتبه، اكتب الفعل اللي وراه واكتب عنه انه فعل ما ماضي. اذا مره اخرى لما بحكي لمجد، مجد قد ازورك اليوم، في شك ممكن ازورك ممكن لا، اذا هاي تشكيك فعل قد مع مضارع تشكيك. اما لما اجي احكي للطلاب قد زرت مجد خلصنا تحقيق تاكدنا 100%. اذا هون القاتل في ذلك القاتل قد ظفر، بس عشان ما فيش مكان مش عارفه اكتب قد ظفر ماضي. هيا القاتل لتحقيق آه الماضي إلها. أعطيني مضاف إليه اللي بحكي اسكت. مضاف إليه ليث، يلا ما بنسمع صوتك كثير. ليث ليث يلا. إحنا بنستخرج بصفحة 54 اللي بيسأل من وين بنستخرج. إذا أولياء رائع. لاحظ إنه كنان البطل شو حكى لي؟ حكى بس إنه بعد بعض بيجي مضاف إليه. بعد بعض جميع ما عدا كل سوى يأتي مضاف إليه. حلو إنه نعرف هالمعلومة، وإذا ما عرفناها واضحة إنه بعض أولياء أحسن. اسم إشارة ذلك. إذا ذلك اسم إشارة لمين؟ والمذكر. اسم إشارة للبعيد المذكر. فعل مضارع منصوب. أحسنت يرضى. أنا هلا حكيت إذا دخلت أنا على المضارع اسم منصوب، إذا دخلت على اسم أنا منصوب. فعل من الأفعال الخمسة اللي هي يخطبون. نعم، منتهية بلا واو أو عفوا يخطبون اللون. اشرح تمام أحسنت. الفتحة مقدرة منعا من ظهورها التعذر. شد إيدك. الخمسة يخطبون. رح اكمل الخط عشان يوضح. قد ظفر ماضي. مين لسه بكتب غير مصطفى؟ خلص تمام. مين بكتب غير مصطفى؟ طيب تمام يا حلوين. دشمس انتو ايش هي سؤالك؟ ايش بدك هاي الافعال الخمسه؟ يخطبون. طيب اعطيني معاني. سابع، كل ما ضل معنا وقت كل ما انا راح احكي معلومات اكثر. هيني حكيت كل ما ضل معنا وقت راح اعطي معلومات اكثر. محمد يلا. نعم سابع ركز. هي كبرت الخط عشان يتوضح. يعني لما نحكي موجزا باهم الاخبار يعني بسيط قصير. يلا يا حلوين تفضل. الديار ما يدفع من مال لاهل القتيل. رائع، ما يدفع من مال لاهل القتيل، من اهل القاتل. طيب سائلا. خلي لا هون على الفاضي. يلا سائلا يعني شائعا. احسنت معلش. رائد تفضل. اللمعان والبرق. نعم لحظه اكتبها هون. خلاص خلاص رائد. البريق، اللمعان، إلى آخره. أحسنتم. إذا نحكي معلومة، معاني مهمة جدا وخاصة معاني
درس قصيدة قلبي لغير هوى الأردن، يمكن أجيب لك أبيات ومعاني ومش موجودة قدامك، بدك تعرف. الله يرضى عليك. يمس سائرة عن مسجد المعتم والقلق موجود بالكتاب. هلا كل شيء واضح، كل شيء حوضح يا ريان. طيب ننتقل لجيم بسرعة، فيش وقت. تفضل. نعم جماعة الأردنيين. طيب أمطر الذهب بتدل على شو؟ نعم على الغنى والفخر إلى آخره. أعطوني أهمية أدب الأمثال يا حلوين، كل شيء مهم 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 يا حلوين. الله يرضى عليكم، ركزوا معي. هلا كل شيء خليني أخلص من العمل. على الغنى والفخر. تفضل يا أبني. طيب تبرز مثلها العليا وتصف IMS، تصف أحوال، تصف أحوال الناس. الفكرية والاقتصادية والاجتماعية. طيب تبرز يا مس، بتوضح بتبين. طيب اذا يا السابع ركز في العمل، ركز في كل كلمه بحكيها، كل شيء مهم. مثلها العليا. تمام. ما راح احكي هلا، بس خلص حوضح. بس اوصلها لانه راح تحت اسئله جاوبك على الفاضي. يلا يلا سابع، تبرز مثلها العليا. يلا اشوف. لا لا ورقة علقة، الله يرضى عليك. الآن سابع، الله يرضى عليك، ركزي بالإعراب كثير مهم. سابع الآن سابع، سبقنا بالذكر، حكينا يا عمر هاي أسئلة سهلة موجودة عندي. الآن عندي سابع براء، حكينا قبل هالمرة يا السابع إنه عندي ما يسمى ب لام الأمر. هلا لام الأمر إذا دخلت على الفعل المضارع، إذا دخلت لام الأمر على الفعل الأمر، عفوا فاء الفاء اللي دخلت على لام الأمر، فإنه شو بصيروا؟ تتصل فيها. والآن بتصير حركة اللام السكون. ليش أنا عم بحكي؟ لأنه ممكن بالامتحان أحكي لك ضع الحركة المناسبة، وحركة الميم أيضا السكون. تمام؟ طيب في شي طالب بيسأل مس ليش حركتها سكون؟ لأنه لام الأمر من حروف مين؟ الجزء. تمام. ما هي حروف الجزم أشوف؟ نعم، لا الناهية ولما ولام الأمر. المهم يا السابع، دخلت على الفعل المضارع رح تجزمه. في الاختبار ما رح أطلب منك تعرف لي الفاء ولا اللام، بس بدي منك مثلا تعرف لي نقوم أو الفعل الموجود. ما إعراب نقوم يا سابع؟ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. مجزوم السكون.
سكون سابع. اذا يعني زي هيك طالب بيسال بالقواعد وبحكي شو مطلوب شغله مثل هيك. المطلوب يا سابع اني انا لام الامر دخلت على فعل مضارع، صارت عندي اللام حركتها السكون وايضا الفعل المضارع ملزوم بالسكون. في اي سؤال لهلا؟ يرحمكم الله. طيب ننتقل للجملة اثنين. جملة اثنين بسيطة سهلة وهذا. يلا أحمد الحلو تفضل. يعني نعم بدي أكتب هنا جملة عادية. إذا المضارع مرفوع بشو؟ يعني عادي جملة مبنية للمعلوم. الله نعم لفظ الجلالة أحسنت. نعم نعم احسنتم. احتراما وتوقيرا الله يرضى عليك. الغيثة احسنت ممتاز. مفعول به منصوب بالفتحة. رائع. نعم جملة عادية. الآن قالت الطبيبة خذي الدواء لن تشعري بألم. الآن يا سابع لن حرف من مين؟ نعم حرف لصق. إذا لن حرف لصق. طيب تشعري ارفع إيدك عشان أشوف الشطرين. شو هلا عندي منصب إيش انكسر شو صار؟ الصوت بألم وعلامة نصبه حذف النون لأنه من أفعال أمامي سبعة. هلا شوي رح أوضحكم أكثر. الياء والألف حكينا، والواو عند اتصالها بحروف بالأفعال الخمسة شو بيكون إعرابها؟ أحسنت. ضمير هلا ببعد للي مو شايف مبني في رفع فاعل. ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. يلا سابع. لا لا من افعال خمسه حذف. نكمل سابع. يلا شد ايدك. يا عمار. طيب الان يا سابع فكرة ما في وقت، في اشياء مهمة بدي احكيها. والله ما في وقت يا مس الله يرضى عليكم. طيب انتم لم تدرسوا، ركزوا برضو بهاي تشبهها. يعني مس الفعل المضارع من افعال خمسة. احمد هي فعل مضارع دخل عليها يا واو الجماعة يا الف الاثنان يا ياء المخضرة وصارت تفعلون ويفعلون تفعلان ويفعلان وتفعلين للياء المخاطبة للأنثى. المهم لما بتكون مرفوعة مش مسبوقة لا بنصب لا بجزم، بتكون مرفوعة بثبوت النون وبعرب الياء أو الألف أو الواو في محرفة. أما إذا سبقت بنصب طلع علي أو سبقت بجزم تحذف النون. هي كل الأفعال خلصة وإعرابها عادي ودائما الواو الياء الألف. يعني الأفعال الخمسة بدخل عليها ثلاث أشياء واو يا ألف. لسه متى أفعال خمسة؟ لأنه يا عندي تفعلان ويفعلان إناث ذكور، تفعلون وتفعلين عفوا تفعلون ويفعلون إناث وذكور، وتفعلين هي ياء المخاطبة بس الأنثى. صاروا خمسة مرفوعة إذا لم تسبق بشيء من الحروف النصب أو جزم. تثبت النون في هاي الحالة، تحذف في حالة النصب
والجسم. بدي احفظ شو هي حروف النصب، شو هي حروف الجزم. ما هي حروف النصب؟ نعم، ال، لن، كي، حتى، لم. ما هي حروف الجزم؟ حكينا هلا. لام الامر اللي اخذتها فوق، ولا الناحية، ولما طبعا بدك تحفظها زي هيك ما تنساها، خذها شوي بس تكبر. طيب هاي محمد اسمعي، يلا لام حرف تخطفوا. بدي احمد شادي، يلا احمد شادي. ايش يا زمان؟ وعلامة جزمه أما الواو يا سابع أعمار، الواو، الواو يا مس كنان، هيها هون. رائع رائع يا كنان، دائما بتكون ضمير في محل سابع. أنا بحكي في أشياء مهمة، يعني إذا طلعت وما حكيتها خلص. طيب أعلنت النتيجة الآن، عندي أعلنت مضموم أول ومفتوح ما قبل الآخر، رح تكون إيش؟ ماضٍ، هاي إجت ماضٍ. لا مش بحكي مبني المجهول، مبني على الفتح بين قوسين مبني. طالب رح يسألني مش شو التاء؟ تاء التأنيف الساكنة. لا محل. أجت عشان التأنيف، يعني ما أحكي قال أحمد أو قالت مثلا سعاد، نفس الشيء يا سابع. هاي رائد. النتيجة شو صار اسمها؟ نائب فاعل. نعم، إذا نائب فاعل حطها هون معلش. لا مش هاي غيرها، ما بعرف لانه انت كنت منتهي. يلا اذا تذكير للطلاب الشاطرين اللي بده يستفيد، الفعل الماضي قبل ما تكتب، الفعل الماضي مبني للمجهول. حكيت بالله يا مس وين بنقص علامات؟ طيب مثلا على سبيل المثال لما بحكي كسر أحمد الزجاج، كسر أحمد الزجاج فاعل، فاعل مفعول به، حولها للمجهول. رح أجيب الامتحان حول سواء من مجهول أو معلوم. المهم شو رح يصير؟ بما إنه ماضٍ حينضم أوله وينكسر، إذا كان مضارع ضم أوله ونفتح ما قبل الآخر. وشو بنعمل بالفاعل؟ نحذفه. وشو بصير اسم المفعول به؟ لا فاعل. تمام؟ هاي كل قصيدة، كل قصة المبني للمجهول. مبني تمام. طيب. نائب فاعل مرفوع بالضمير. طيب سابع اللي بحب يستفيد مني، صفحة 40 يا عمار، هلا سألتني عمار صفحة 40 افتح معي اكتب يا سابع. صفحة 40 مهمة جدا، اسم الشاعر، اسم الشاعر والمعاني جدا مهمة، والأسئلة والشرح، أسئلة كثير مهمة. 40 شرح هاي صفحة 40 هاي بدكم مس بدكم
التركيز على اسم الشاعر والشرح والإشارة والمعاني. أنا ببطل أحكي. خلص. والأسئلة كثير مهمة. سابع المعاني جدا مهمة. هذا بالنسبة لصفحة 40. أنا بحكي. حكينا المبني الأفعال خمسة مهمة. مراجعة همزتا الوصل والقطع في الأفعال. صفحة 46 ما بدي إياها حاليا. بس صفحة 46. هلا هاي مش كثير مهمة بس. هلا بدي هاي رح اجيب لها. الان هذه بلادي طلع علي رائد، هذه بلادي طلع علي بالاكبر رح اكتب. لانه انتم ما شاء الله بحكي بالغرب بكتب بالشرق. هاي بس حفظ اول اربع ابيات. هاي هي بس. يعني ما بدي شرحها، ما بدي اسم ما بدي اشوفها. مكتوب مش مشكلة. لا 46 بلغي بصير تلغوا كل شيء فيها. يعني همزه الوصل والقطع هلا مش كثير مهمه. ادب الامثال صفحه 54 مهمه الاستخراج الاول. احفظ اسئلته معانيه. حرف الفاء المتصل بلام حكيناها بشوي. بس الطفل فلنقول شوفوا الحركة كيف بتصير يا سابع. نعم مجزومة بالسكوت. حكينا يا سابع مبني للمعنى والمجهول لما بحكي كسر الزجاج. تمام؟ تمام؟ وصار عندي ناء الفاعل يعني ناء عن المبني المجهول. فهمتي كثير حركات مهمة يا سابع لما بحكي مثلا اكتب لك كسر الزجاج وانت بدك تحرك. يكسر الزجاج انت بدك تحرك. بدك تميز الجمله هل هي مبنيه للمعلوم او مبنيه للمجهول. حول الافعال برضه مهم. يعني قصدي احكي بدك تعرف تعرف لي وتعرف لي بس الفعل ما بتعرف لي الفاعل. حكينا استئنافيه واللام ولام الامر. تمام؟ همزه الوصل والقطع في الافعال هلا ما بدي اياها لانه انتم طبعا حكينا ماضي مضارع قطع وصل. طبعا طبعا هلا حكيت طلع يا ناس هي تعرف اعرابها وحركتها. هلا بصير عندهم الافعال الخمسه مش مطلوبه. ركز شو بحكي يا سابع. كتابك عفوا. امثال مختارات مش مهم. استماع مش مطلوب. يا بس تفضل مطلوب. القصيده معانيها جدا اسئلتها اسم الشاعر اهم شيء بهمني بالاعراب هي الفاء يعني اهم شيء اعراب. طلع سابع الاعراب اخر سؤال رح يهمني. مبني للمعلوم للمجهول عفوا و هي يا ابني الله يرضى عليكم الفاء المتصله واعراب الافعال الخمسه سواء ثبوت النون او حذف النون. في اي سؤال يا حلوين؟ تمام هلا بصحح. في اي سؤال؟ في صعوبة؟ واي شيء اسألني. مش في عدوى مبدأ. الفاء الفاء المتصلة. علام الأمر. يعطيكم العافية يا حلوين. أي سؤال بتحب تسألني إياه؟ اسألني إياه يا سابع ما في مشكلة بالبيت. ماشي يعطيك العافية.